شوف من اولها كده واحنا لسه في مرحله قبل الجواز وعلى البر، لازم تبقى عارف كويس انت عايز انهي نوع من انواع الجواز. هي النهايه واحده للاسف، جواز بس الانواع مختلفه. انواع الجواز كتير جدا ما لهمش اي علاقه ببعض، كل نوع له ظروفه، موده، استعداده، الجو النفسي، الابلكيشن اللي لازم تسحبها قبل التقديم. ايوه يا ابني، عندك مثلا الجواز التقليدي، ده اشهر انواع الجواز، ده بيبقى غالبا جواز اجباري زي التجنيد كده، اللي هو بيتم عاده بعد انهاء الدراسه او وصول لسن معين. لازم تسلم نفسك، البنت قربت تخلص العشرينات تسلم نفسها، الولد اتخرج واشتغل ولسه هتلعب معاه يسلم نفسه، مسلوبين الاراده، مفيش اختيار، مش متطوعين خالص. الفرق بينه وبين التجنيد ان بتبقى التجنيد مدته محدده، لكن الجواز هنا يعني بيبقى للاسف مدته انت فاهم بقى. وجواز الصالونات أسوأ نوع تقليدي، لأنه بيبقى عامل زي مكتب خدمة العملاء كده. شوف الصالونات، تدخل تاخد رقم، تستنى دورك، تقابل المختص، تشوف مصلحتك ماشية ولا إيه الكلام، شوية مفاوضات ويمشي الحال أو ما يمشيش. وساعات جواز الصالونات بيبقى جواز صالونات التجميل. إزاي؟ دي لما واحدة تخطب لابنها البنت اللي بتروح لنفس الكوافير، تبقى ضامنة بقى إنها شافتها قبل وبعد التشطيب، وإن مفيش عيوب صناعة خطيرة فيها، إن كان على طلقية المعجون ووشين البلاستيك والصنفرة الناعمة، لا فدول يندرجوا تحت بند الصيانه، يعني مفيش مشاكل، مش هنختلف. في كمان جواز القرايب. جواز القرايب بالنسبه لي ده هو ماما لما تكسل ومش عايزه تتعب نفسها خالص، لا عايزه تجازف ولا تفكر بره الصندوق ولا بره شجره العيله. عايز تتجوز، اتجوز بنت خالتك. طب مش بحبها يا ماما؟ هتحبها حبيبي بعد الجواز، مفيش مشكله. يعني ايه التحول اللي هيحصل لها بعد الجواز؟ انا عايز افهم. ما انا عارفها من 25 سنه ما حبيتهاش، هقع في غرامه وهي بتحاسب محصل النور مثلا؟ هحب طريقه رصها لطقم التوابل؟ تقول لي يا واد احنا خبزينها وعجنينها. يا ماما اتجوز واحده معجونه ليه بس؟ ايه جو الفرن الآلي ده؟ وبعدين ليه فجأة اصحى الاقي خالتي بقت حماتي؟ طالعه بدورين؟ بنوفر؟ ايه اللخبطه دي؟ طب خد بنت عمك، بنت خالك، طب مرات خالك، طب ابن عمتك، ايه؟ بتحافظوا على السلاله النادره؟ ما بتدخلوش غريب ما بينكم؟ في ايه؟ في طبعا الجواز عن حب. اهو ده حلو، ده بقى النهايه السعيده، حلم كل شاب وفتاه. جميل، بس هو مشكله النوع ده انه تريكي شويه، خادع كده، ملوش ملكه، مش مضمون، لان سبب الجوازه نفسه غالبا بيختفي بعد الثلاث اسابيع من الجواز. يعني اخر اسبوع في شهر العسل تبدا الغشاوه اللي على العينين اللي على شكل قلوب دي تروح، الميك اب يتمسح، الكحكه تتضرب، الشعر يتغسل، البيجامات الكاستور تطلع، الشبشب الزيكو يظهر، الخناقات على الريموت تشتغل، ويبقى السبب اللي اتبنت عليه الليله كلها اتكل على الله. الميزه الوحيده اللي بتفضل في الجوازة دي هي القصة الرقيقة اللي وقت الزنقة بيحكوها لأولادهم. تلاقي الأم تقول لأولادها أنا اتجوزت بابا عن حب، بقرف كده. أو لما تتخانقوا وتمسحوا ببعض بلاط الشقة تفتكروا اللحظات الرومانسية اللي في الأول، أيام لما كنتوا بتختاروا البلاط ده سوا، بلاطة بلاطة عشان تمسحوه في الخناقات عن حب. وعندك طبعا جواز المصلحة، لو جه في دماغك مصالح الفلوس والورث وجو المسلسلات ده، لا 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 خالص، ده بطل من سنة 82 مثلا، فكك. أنا بتكلم عن جواز المصلحة المصلحة. إحنا طبعا عندنا مصالح كتير جدا، مصلحة الشهر العقاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الصرف الصحي، مصلحة البريد، دي بتبقى بيئة خصبة جدا للجواز. ليه؟ أعداد مهولة من البشر، غالبا مفيش شغل، فراغ شديد، وقت طويل، وشهم في وش بعض، فمفيش مهرب، بيتجوزوا. عشان كده عملوا مصلحة الجوازات. أنت كنت فاكر مصلحة الجوازات اللي هي بتاعت جوازات السفر وال طبعا. لا ما أنا كنت فاكر زيك كده. لكن جواز السفر بالنسبة لي هو اللي بيتجوز مثلا خواجاية علشان ياخد الجنسية ويهاجر على بلدها، أو اللي بتتجوز واحد عايش بره عشان تسافر معاه. ده حول زي اللي بيروح السينما عشان ياكل فشار بس، أو بيتفرج على فيلم وثائقي عشان يسمع المزيكا، ده مش مظبوط. وفي بقى الجوازات السريعه، دي بتبقى غالبا فيها مشكله، مصيبه بتتلحق، جمعيه بتتلم، اعاره هتطير. الجو ده، الجوازه دي عامله زي الاير باك بالظبط اللي بتطلع في الحوادث كده، بتقلل الصدمه بس بتعورك في وشك، ايه لازمتها؟ دي عكس بقى الجوازات الجملي اللي هي على نار هاديه، اللي هي البنت والولد بيبقوا محبين 3 سنين ثانوي ويقروا فاتحه 4 سنين جامعه ويتخطبوا رسمي بعد التخرج 8 سنين كمان، يزهقوا من الوضع ده فيكتبوا الكتاب، سنتين واربع شهور فجاه يقرروا يتمردوا على التقاليد، ياخدوا شقة إيجار جديد ويجيبوا أوضة نوم من المناصرة ويتجوزوا، خلاص. الله ما كمل أول، ده أنتوا دفعتكم اللواءات يا ظلمة، كان إيه طموحكم معلش؟ يعني دوبلكس في جزر المالديف مثلا على ناصيتين؟ اتفاجئتم؟ ما كمل أول. لكن عموما في كل الأحوال اتجوز. لو جوازتك حلوة هتبقى سعيد، لو جوازتك وحشة هتستفيد برضه، هتبقى مفكر، محلل، فيلسوف، عميق، ممثل، احتمال تعمل حاجات كوميدي سخيفة، زي واحد صاحبي يعني بيعمل حاجات شبه كده. بس انت نسيت تتكلم عن الجوازه التانية. اخرس، جوازه تانية؟ انت اتجننت؟ اي حاجه اكلمك فيها تقولها على الملأ كده؟ ده بيتهيألي ان في جوازه تانية. ايوه، الجوازه التانية دي مش نوع اصلا.